اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات. النهارده هنلعب شابتر 2 في دارك. لعبنا شابتر 1، اللي ما لحقش شاف ما شافش شابتر 1 يشوفه. بس ساتر يا رب. مترو، انا ما اعرفش، انا تقريبا في محطة مترو. نقطع التذكرة، نعدي من غير تذكرة. فاضي قطر تاني نلف. لا نلف، انا مش عارف ده اللي انا بلفه ده. والله خدنا مفتاح، ما اعرفش بتاع ايه، بس هو كده هيفتح خزنة يعني، او هيفتح حاجة. لا بتاع دي مزولاني قوي. دي الخزنة ايه؟ نفتح ال خدنا كبريت ده تقريبا. ننزل تاني. ننزل يا جدعان، والله ده اخت من صوت القطر ده. مشيناش انا في الحتة دي. خدنا ساعة، خدنا ساعة وولاعة وحط الدبلة على السماعة. وعلى اعتذار للفنان منير، هل احنا مشينا في الحتة دي؟ اعتقد ان احنا مشينا في الحتة دي. ما هنقع ولا ايه؟ مش عارف يعني اروح فين. طيب دلوقتي بقى نرجع تاني. طيب يا لهو على الخضة، يخرب بيتك. ربيت اتخضيت من الرشا. طب نمشي كده، انا مش عارف انا هقع اصلا امتى. الله، ايوه كده نقفل الحاجه دي. اللعبه بص يا جماعه 7 شباتر. كده المفروض لازم نعدي بقى. لا مفيش حاجة برضو هنا. اطلع ده الكوبري اتفتح اهو اهو. ايه ده؟ مش مهم بقى، خلاص نجيب الكبريت نولع في الخشب. نطلع في الخشب عشان نعدي، وكان ممكن نكسر الخشب مصر. يا لهوي ايه ده؟ يا لهوي يعني حلوة اللعبة، حلوة. ايه ده؟ هعمل ايه؟ همشي على الساعة؟ ايه الساعة دي؟ ايه كل دي الساعة دي؟ كبيرة اوي. هناخد ده. اه ايه ده؟ ينفع نط على الساعة دي؟ طيب ينفع، ماشي. عشان نمشي عليه ما ينفعش. ايه نروح نوقف بقى القطر اللي ايه، القطر اللي مبوظ الدنيا ده. هنوقع ولا ايه؟ عدينا الليفل، عدينا الليفل.
عدينا ليفل صح كده، بكون عدينا يا جماعة شابتر 2، استنونا في الشابتر اللي جاي شابتر 3. سلام.